أهلا بكم من وطن مشاهدينا. هذه نشرة الأخبار، بدايتها معكم بأهم العناوين. السبت المقبل انطلاق مؤتمر دول الجوار العراقي في بغداد، والكويت تؤكد حضورها وتقدم دعمها الكامل لجهود العراق. تركيا تشن أكبر عملية قصف جوي في العمق العراقي، وسياسات كردستان تحرج بغداد أمام العواصم الإقليمية. اجتماعات سياسية مكثفة لحسم ملف الانتخابات، والمفوضية تتوعد مخالفي قواعد السلوك الانتخابي بإجراءات عقابية. مع استمرار عمليات الطارمية، عمليات بحث وتفتيش في المناطق المجاورة، وقتل لقيادي داعش في صلاح الدين. أهلا بكم والتفصيلات. أكدت مصادر دبلوماسية أن بغداد ستشهد السبت المقبل مؤتمر دول الجوار العراقي، مؤكدة أنه سيضم عددا من الأطراف الدولية والإقليمية إضافة إلى دول الجوار. وبحسب المصادر فإنه من المقرر أن يشارك أكثر من 10 دول في المؤتمر، بينها السعودية ومصر والكويت وقطر والإمارات وإيران وتركيا وباكستان والأردن، إضافة إلى حضور دولي بصفة مراقب مثل الولايات المتحدة وفرنسا واليابان والجامعة العربية والأمم المتحدة. هذا وقد كلف أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء صباح أحمد الصباح بحضور مؤتمر دول جوار العراق المزمع عقده السبت المقبل في بغداد. وقال بيان لمجلس الوزراء الكويتي أن قرار الكويت بالحضور للمؤتمر يأتي بالتنسيق مع فرنسا بهدف دعم العملية الدستورية في العراق ومساندته في مواجهة التحديات التي تعترضه، وتعزيز جهود الاستقرار والتنمية وإعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب والتطرف. ويأتي الموقف الكويتي الداعم لمؤتمر بغداد بعد زيارة قام بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الكويت، إذ ناقش خلالها العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة. هذا وليس بعيدا عن ملف العلاقات الخارجية العراقية، ضاعفت تركيا من اعتداءاتها على الأراضي العراقية خلال الساعات الأخيرة، حيث قصفت الطائرات التركية صباح اليوم وبشكل مكثف منطقة شاربازير على امتداد سلسلة أسوس الجبلية. وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن الهجوم الجوي استهدف 28 هدفا في المنطقة وبعمق 200 كيلومتر داخل الأراضي العراقية،
وشاركت فيه 20 طائرة بينها F-16 وأخرى مسيرة. وأضافت وزارة الدفاع أن هذه العملية ستستمر بدون توقف، وهي المرة الأولى التي تتعرض فيه هذه المنطقة للقصف المكثف، وبإشراف مباشر من وزير الدفاع التركي خلصي أكار. هذا وكانت طائرات مسيرة قد قصفت قرى تابعة لقضاء بنجاوين في السليمانية. وقال مصدر أمني إن مصدر القصف لم يحدد لحد الآن أو لم يحدد لحد الآن، وأنه لم يتسبب بأضرار بشرية. في الأثناء رجحت مصادر محلية أن تكون الطائرات المسيرة مصدرها إيران، مؤكدا أنها تقصف مواقع لمسلحي حزب الحياة الكردي الإيراني المعارض في قرى كانيميران وقزلتشا ولولياو التابعة لقضاء بنجاوين. ولمزيد من الإضاءة على ملف العلاقات الخارجية والمؤتمر الإقليمي في بغداد الأسبوع المقبل، معنا عبر سكايب المحلل السياسي صباح العقيلي. أهلا بك أستاذ صباح. أهلا سيدتي، تفضل. بداية، أهلا بك. بداية، الكويت أعلنت أنها سترسل رئيس وزرائها لحضور مؤتمر دول الجوار العراقي، لكن هي تنسق مع فرنسا ذلك الحضور للمؤتمر، كيف تعللون ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي سيدتي والسنوات الكريمة. يعني نحن لا ننظر للكويت فقط، بل كل دول الجوار أن يكون لها دور وأن يكون لها حضور كبير للمؤتمر الذي دعا له السيد الكاظمي. وبالتالي اليوم نحن نعول كثيرا أن يكون القادة والأمراء والملوك هم الحاضرون، لا أن ينوب عنه رئيس الوزراء أو النائب الرئيس، وبالتالي ممكن إفراغ المؤتمر محتوى. أعتقد يعني مشاركة بعض الدول برؤسائها هو دليل قوة لهذا المؤتمر، وأن تكون هذه المخرجات لهذا المؤتمر. القضية الثانية، أعتقد يعني الكويت هي جار، وقد يكون لدينا ملفات لحد الآن لم تحل، قد تكون ملف التعويضات عن الغزو النظام السابق للكويت، ولحد الآن لم نجد هنالك موقف إيجابي من قبل الجانب الكويتي لمساعدة العراق. وكذلك يعني الكل يعلم بأن العراق شارك في حرب إرهابية كبيرة جدا، وهي حرب نيابة عن دول الجوار، وبالتالي اليوم هو يعاني من أزمات اقتصادية وأمنية وسياسية. يعول كثيرا على دول الجوار أن يكون لها دور في دعم العراق على المستوى الاقتصادي وباقي المجالات. وهذه يعني ارسال رئيس الوزراء الكويتي نيابه عن امير الكويت، هذا يعني ممكن ان يعطي مؤشرا سلبيا لا ايجابيا حيال موقفه من هذا المؤتمر اللي يعول عليه كثيرا العراق في مساعدته في تجاوز الازمات التي يعاني منها. لكنها أستاذي تنسق مع فرنسا لحضور المؤتمر، كيف تبررون ذلك؟ لماذا وضعت فرنسا في الدعوة هي كدولة ولها سيادتها؟ ما الداعي لذلك؟ يعني كيف تبررون موقف؟ نعم، يعني من الدول، أولا من الدول التي أعلنت حضورها هو يعني الرئيس الفرنسي، يعني أعلن حضور ماكرون وبين دعمه. يعني ممكن أن يكون هنالك اتصالات ليس فقط مع فرنسا، ممكن الكويت ان تتصل باقي الدول. بالعكس، يعني الاتصال وتوحيد وجهات النظر حول المواقف وحول البرنامج هذا المؤتمر قد يكون له جانب ايجابي اكثر من سلبي. وبالتالي اليوم نريد ان يكون هنالك دعم من قبل تلك الدول، ومن حق هذه الدول قد تكون زياره الكاظمي هي تبيان نوع هذا المؤتمر والبرنامج هذا المؤتمر والنقاط البارزة والمهمة. وبالتالي اليوم التنسيق ما بين دول الجوار
وما بين فرنسا التي أعلنت مشاركتها ومع أمريكا هذا وحتى مع مصر المدعوة لهذا المؤتمر. أعتقد هذا الجانب هو مهم جدا لتوحيد وجهات النظر وكذلك توحيد العراق أو توحيد المواقف حيال مساعدة العراق في الأزمات التي يعاني منها. نعم أستاذ صباح، بالنسبة للتصعيد التركي أو الهجمات التركية كما ستشاهد يعني في السيناريو العسكري حاليا، كيف ترى هذا التصعيد العسكري ودعوة تركيا إلى هذا المؤتمر؟ هل ستجد أنه ممكن سيحل هذا الصراع؟ يعني ممكن المؤتمر يأتي بنتائج؟ نعم نعم، لحد الآن مراقبتنا للمشهد السياسي أو هذه الدعوة التي تم تسليمها لرجب أردوغان الرئيس التركي، لحد الآن لم يجيب الجانب التركي حول نية حضور هذا المؤتمر أو رفض الحضور. نعم حضور تركيا مهم جدا، لدينا الملفات الأمنية، الملفات الاقتصادية، الملف المياه، هذا الملف الضاغط بالإضافة للملف الأمني. أعتقد نحتاج أن يكون حضور لتركيا وكذلك أن يكون هنالك حلا دبلوماسيا لقضية استمرار القصف التركي وتوغل في الأراضي العراقية بذريعة مقاتلة حزب العمال الكردستاني وكذلك قضية ملف. أعتقد هنالك مفاوضات ما بين العراق وتركيا حيال حصة العراق من حصة من القيمة المائية أو حصة من المياه التي تدخل الأراضي باعتبار بأن تركيا هي دولة منبع. لحد الآن المفاوضات لم تبين وجهة نظر تركيا، هل سوف تطلق المياه للعراق أم سوف تتبع نفس السياسة بعد أملاك سد أليسون وقلة المياه التي تأتي من الأراضي التركية. أعتقد يعني بأنه حضور تركيا في هذا المؤتمر مهم جدا وقد يكون عنصرا أساسيا في نجاح هذا المؤتمر، بالإضافة إلى أن إذا لم تحضر تركيا نعول كثيرا على الحكومة أن تفتح قنوات دبلوماسية للاتفاق على مع تركيا حيال التوغل حيال القصف، وهنالك عمليات تهجير للقرى الكردية في شمال العراق، هنالك توغل لأكثر من 200 كيلومتر داخل عمق العراقي، وهذا حقيقة يعني أمر خطير جدا، وهذا يعطينا فرضية بأن تركيا ممكن أن تطرح إعادة تسويق الدولة العثمانية وهي لديها مطالب دائما تطالب بأن يكون العراق وسوريا وكذلك ليبيا هي جزء من الدولة العثمانية، وهذا ما حذرنا به بأن العمليات العسكرية التي تقدم عليها القوات التركية وليس مقاتلة حزب العمال، قد يكون هنالك فرضا أمرا واقعا باحتلال هذه المناطق الشمالية وجعلها جزء من الدولة التركية أو سابقا العثمانية، وكأنها حجج لإعادة تاريخها. نعم واضح، لكن البعض صراحة يقول إن بغداد إذا لم تحل مشاكلها مع كردستان كيف لها ستحل مشاكلها مع دول الجوار، وبالأخص أن هي هناك معارضة لتركيا ولإيران داخل أراضي كردستان، كيف ترون ذلك؟ يعني أولا ملف الأقليم كردستان مع الحكومة المركزية هو ملفا داخليا، وأعتقد يعني هنالك حلول ولم يصلوا إلى الطرق المسدودة حيال حل الملفات، وهذه الملفات المادة 140، مادة تصدير النفط، حصة أقليم كردستان وغيرها من الملفات. لكن حقيقة الآن لابد أن يكون هنالك وحدة موقف وطنية من الحكومة المركزية وكذلك من قبل أقليم كردستان. هنالك اتهامات بأن أقليم كردستان هو متواضع مع تركيا بفتح طريق أمامه وهذه الأراضي جزء من أقليم كردستان. لماذا أقليم كردستان يمنع الحكومة المركزية من قضية فرض سيطرة الحكومة المركزية على المناطق المتنازع عليها، ولحد الآن إقليم كردستان لا يسمح بتقدم القوات الأمنية العراقية شبرا واحدا في المناطق المتنازع عليها، لماذا تسكت حيال التوغل التركي في الأراضي العراقية أو إقليم كردستان من خلال
محافظة دهوك، هنالك توغل، هنالك تمركز في منطقة بعشيقة، هنالك قاعدة تركية، وهذا الأمر حقيقة مرفوض من قبل كل أبناء الشعب العراقي، وبالتالي لابد أن يكون هنالك دور أولا من قبل الحكومة المركزية بالتنسيق مع أقليم كردستان لفسح المجال لدخول القوات الأمنية إلى المناطق في شمال العراق وقطع الطريق أمام توغل التركي الطامع في الأراضي العراقية، وهذا ما حذرنا منه. ممكن أن يكون هنالك أمرا واقعا تفرض من قبل تركيا، وذاك الوقت حقيقة سوف ندخل في نزاع عسكري مع تركيا. نعول كثيرا على الحكومة العراقية أن تأخذ دورها باتخاذ المسار الدبلوماسي، أما إذا لم تستجب تركيا للخيار الدبلوماسي لدينا الخيار العلاقات. هنالك أكثر من 700 شركة تركية تعمل في العراق، هنالك مصالح، هنالك تبادل تجاري ما بين العراق وتركيا يصل لأكثر من 17 مليار دولار سنويا، وبالتالي لدى الحكومة الخيارات. وأما الخيار الثالث وهو الخيار الميداني من خلال أرسال قوات إلى شمال العراق لمواجهة هذه القوات وطاردها خارج الأراضي العراقية. شكرا لك أستاذ صباح العقيلي، شكرا لمشاركتك معنا، ونرجو منك البقاء معنا لمناقشة ملفنا المقبل. شكرا لك. هذا ومن المقرر أن تعقد القوى السياسية الأساسية اجتماعا موسعا جديدا خلال اليومين المقبلين لمناقشة الموعد الأخير لإجراء الانتخابات المبكرة. وقالت مصادر سياسية أن الاجتماع يأتي بعد اجتماعات أخرى سبقته لحسم موعد إجراء الانتخابات، وسيتم بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. ورجح المصدر أن يخرج الاجتماع المقبل بقرارات مهمة مصيرية وحاسمة بشأن الانتخابات، إضافة إلى قرارات صادمة للقوى السياسية التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات. وأشار المصدر إلى أن القرارات التي ستصدر ستكون بالأغلبية، وأن الحوارات ما زالت مستمرة مع المقاطعين للعدول عن قرارهم. هذا وقد اتهم مرشحون مستقلون للانتخابات التشريعية جهات سياسية وراء عمليات التشويه التي تتعرض لها حملاتهم الدعائية للانتخابات، محملين مفوضية الانتخابات المسؤولية عن حماية إعلاناتهم الانتخابية، ذلك بالتنسيق مع الأجهزات الأمنية. وقال أحد المرشحين المستقلون أن العاصمة بغداد وبقية المحافظات شهدت حملات تشويه وتخريب مقصودة وإزالة للإعلانات الانتخابية الخاصة بهم، مشيرا إلى عدم امتلاك القدرة المالية لتحصين إعلاناتها الانتخابية ووضعها فوق المباني، لأن ذلك يحتاج إلى أجور عالية، فيما طالب عدد من المرشحين للانتخابات الجميع بالالتزام بقواعد السلوك الانتخابي وتوفير بيئة آمنة لإجراء الانتخابات. هذا وقد استقبلت المفوضية خلال الأيام القليلة الماضية شكاوى قدمها مرشحون مستقلون تعرضت دعاياتهم الانتخابية إلى التشويه والتخريب. وقالت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية جمانة الغلاي أن على المرشحين التمسك بقواعد السلوك الانتخابي، ملوحة بفرض عقوبات ضد الجهات المخالفة، ومشيرة إلى أن المفوضية تنسق مع أمانة بغداد وهيئة الإعلام والاتصالات والدوائر البلدية في المحافظات، وذلك لرصد المخالفات ومتابعة الحملات الانتخابية.
وهذه عودة ثانية إلى ضيفنا عبر سكايب المحلل السياسي صباح العقيلي لمناقشة ملف الانتخابات وتفاصيله. عودة معك أستاذ صباح، وبدايتها عن الاجتماعات التي جرت وهي مستمرة لمناقشة موضوع تأجيل الانتخابات، كيف ترون آلية ذلك وكيف ترون هذه الانسحابات بالنسبة للكتل؟ يعني بداية بعض الكتل هي انسحبت لها أسباب خاصة بها، وبعض الكتل يعني لها ثقل في العملية السياسية، مثلا صايغون يعني حقيقة هو ركن أساسي بالعملية السياسية وله دور في تشكيل الحكومات السابقة وحتى الحالية، وبالتالي اليوم يعني هذه الاجتماعات ممكن أن تأخذ درجة عالية من الجدية في إقناع السيد مقتدى باعتباره زعيم هذه القائمة، وكذلك حتى يعني إقناع المنسحبين من بعض الكتل السياسية، مثلا يعني الحزب الشيوعي، قائمة صالح مطلب، اياد علاوي، وهذا يتمنى ان يكون هنالك مشاركه واسعه من قبل كل القوى السياسيه، والمشاركه الواسعه هي تعطي تحصيل للانتخابات، وكذلك تقطع الطريق على من يراهن على تاجيل الانتخابات او يشكك في مصداقيه الانتخابات، وهذا الامر حقيقه الان يعني كل القوى السياسيه والكتل السياسيه، يعني حتى مصطفى الكاظمي في زيارته الأخيرة أعلن بأن لا تأجيل في الانتخابات، والكل متفقة بإجراء الانتخابات في موعدها، وهذا دليل بأن الأغلبية السياسية هي متفقة على إقامة الانتخابات، والسبب بأن الانتخابات قد تكون هو عنصر أساسي ومهم في تعديل مسار العملية السياسية التي عانت الكثير من الأزمات ولحد الآن. إذا أعتقد الكل متفق بلا تأجيل للانتخابات. نعم ممكن أن يكون هنالك تفاوض مع جهات التي انسحبت، وممكن أن يكون أقناع للعدول عن عدم مشاركة في الانتخابات. عفوا، لكن جمانة الغلاي بتصريح لها ان كل الانسحابات الانسحابات التي جرت بالنسبه للكتل لا يؤخذ بها باعتبار ان باب الانسحاب قد اغلق، كيف تعللون او تبررون موقف هذه الكتل من وجهه نظرهم بالنسبه لتصريح جمانة الغلاي؟ المتحدثه جمانة الغلاي بينت اولا الجانب القانوني، بانه بينت بان المفوضيه قد فتحت باب الانسحاب من 15 حزيران الى 21 حزيران، كانت خمسه ايام، وبينت يعني كان اكثر من 120 مرشحا قد انسحب، وبالتالي اليوم باب الانسحابات اغلقت، يعني بان هذه الكتل عندما اعلنت انسحابها بالجانب الاعلامي، اما على المستوى القانوني بينت بانه لم يقدم احد من المنسحبين كطلب من قبيل للمفوضية بخصوص هذا الانسحاب. نعم بينت بأنه حتى لو كان هنالك طلب ممكن أن يكون هذه القضية هي في عهدة المفوضية الانتخابات أو مجلس المفوضين أن يكون هنالك تصويت بقبول انسحاب هذه الكتلة، وتعلن المفوضية على لسان جمانة غلاي انسحاب هذه الكتلة. الآن على المستوى القانوني لم تنسحب أي كتلة، ولم يقدم أي مرشح طلب ترشيح من هذه الكتل السياسية التي أعلنت عدم مشاركتها بالانتخابات. طيب، هناك من المرشحين المستقلين يواجهون بعض الضغوطات ممكن والتهديدات، وهم صرحوا بهذا الشيء، بينما كيف يعني تتخذ المفوضية إجراءاتها أمام قانون الأحزاب الذي يضبط تمويلها ونشاطها وتحركاتها؟ كيف تعلنون ذلك؟ يعني ابتداء قانون الأحزاب مهم جدا، والمادة 36 من قانون الأحزاب اللي مختص بقضية المال السياسي ومعرفة الجهات التي تدعم هذه الكتل والأحزاب والشخصيات، وبالتالي اليوم هذا القانون قانون الانتخابات قانون يعني صعب جدا، وقانون تحدي حقيقي لوجود هذه الكتل التي قد لا يكون لها مستقبل في العملية السياسية ولا يكون لها مكان في العملية السياسية في المستقبل.
اعتقد يعني هذه الكتل السياسيه تمتلك من الامكانيات في مؤسسات الدوله، وكذلك لديها امكانيه ماليه كبيره جدا، وهذا ما يعبر عنه بالمال السياسي. ممكن ان يكون له دور في تغيير المعادله الانتخابيه، او ان يكون هنالك شراء للاصوات، وهذا الامر حقيقه هو جزء من عمل المفاوضيه في تشخيص بعض الحالات السلبيه وبعض الحالات التي هي جزء من قانون الاحزاب. لا بد من تفعيل الماده 36 من قانون الاحزاب، وهو ممكن حقيقه ان يمنع بعض الكتل السياسيه اللي اثبت بانه هي تتلقى اموال من جهات هي معاديه للعمليه السياسيه، وهذا الامر يعني تحدي كبير جدا للكتل السياسيه الضعيفه، وكذلك للشخصيات المستقله التي لا تمتلك فرص كبيره جدا قبال هذه الكتل التي تمتلك. شكرا لك، شكرا لك استاذ حيدر، ولضيق الوقت شكرا لك، شكرا لك ولتواجدك معنا، شكرا لك. عودة لكم. إذ قررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل البت في طعون الموازنة العامة لعام 2021 إلى مطلع أيلول المقبل، إذ أكدت ذلك مصادر قضائية دون إيضاح خلفيات قرار التأجيل. هذا وكانت أوساط نيابية قد حذرت من مسألة تأخر البت بالطعون أو البت عفوا بالطعون الحكومية في الموازنة، ما تسببه من تأخير في تنفيذ الموازنة وصرف التخصيصات وتعطيل المشاريع. هذا وقد كشفت وزارة الموارد المائية عن خططها لإدارة توزيعات المياه واستعدادها للموسم الزراعي المقبل، مؤكدة حصول اتفاق على عقد اجتماع مشترك مع الجانبين العراقي والسوري لمناقشة الإطلاقات المائية. وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي إن الاجتماعات الفنية مع الجانبين التركي والسوري مستمرة في إطار تأمين الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن تكون هنالك زيارة للقاء الجانب الإيراني، إلا أنها صادفت مع التغيير الحكومي في طهران. ولفت راضي إلى أن الوزارة في طور الإعداد لخطة زراعية للموسم المقبل، وعلى الرغم من قلة الأمطار والإطلاقات المائية بمعدل 50% عن العام الماضي، إلا أن الخزين المتحقق في العام 2019 وفر احتياجات الموسم الصيفي الحالي والشتوي المقبل. هذا وقد أعلنت وزارة الكهرباء عن الاقتراب من إنجاز ربط الكهرباء مع الجانب التركي بطاقة أولية تصل إلى 600 ميجاوات. وقال الناطق باسم الوزارة أحمد عبادي أن الوزارة تسعى بكل جد لإنجاز مشاريع ربط الكهرباء مع الجانب التركي أو مع هيئة الربط الخليجي أو الربط مع الأردن، مبينة أن أعمال الربط ستساعد على نقل الطاقة من الجانب التركي إلى العراق، وذلك لرفد المنظومة الوطنية. وسيبدأ العراق استيراد من الجانب التركي عبر خط سيلوبي زاخو، وينتظر أن تزود شركة أكسا أكسن لتجارة الطاقة العراق بنحو 150 ميجاوات من الكهرباء بعد منح الجانب التركي ترخيصا للشركة بهذا الشأن. وقد حذرت منظمات الإغاثة الدولية من أن ملايين الأشخاص في العراق معرضون لخطر عدم الوصول إلى المياه والكهرباء والغذاء وسط ارتفاع لدرجات الحرارة وانخفاض مستويات المياه بسبب الجفاف وقلة هطول الأمطار. وقالت تقارير متخصصة أن العراق وسوريا عائدتان من تعطيل امتدادات الكهرباء وانهيار البنية التحتية الأساسية. وأضاف مجلس اللاجئين النرويجي، وهو أحد المنظمات التي أطلقت التحذير، أنه بالنسبة لمئات الآلاف من العراقيين الذين ما زالوا نازحين، فإن أزمة المياه ستصبح قريبا كارثة غير مسبوق تدفع بالمزيد إلى النزوح. أعلنت مؤسسة مختصة بشؤون اللاجئين أن 35 ألف مواطن عراقي عمرهم فوق 18 سنة
قدموا هذا العام طلب اللجوء إلى الدول الأوروبية، وأن 70% من طالبي اللجوء من سكان إقليم كردستان. وقال رئيس مؤسسة لوتكا الكردية المختصة بشؤون اللاجئين أري جلال أن الظروف المعيشية الصعبة خلال السنوات الماضية هي التي دفعتهم للجوء، مضيفا أن 9 أشخاص لقوا مصرعهم وهناك 11 آخرين لا زالوا مفقودين. وأشار جلال إلى أن ألمانيا تأتي في المرتبة الأولى بطلبات اللجوء، وأن العديد من اللاجئين يواجهون مشاكل قانونية وصعوبات كثيرة تحول دون الحصول على حق اللجوء هناك. هذا وكانت مؤسسة لوتكا قد كشفت عن هجرة 38,000 من إقليم كردستان العراق خلال العام الماضي، وأن 35 منهم لقوا حتفهم في الطريق، تم العثور على 18 جثة منهم فقط. وفي الملف الأمني، إذ كشفت مدير الهندسة العسكرية في هيئة الحشد الشعبي أبو علي الكوفي عن وضع خطة جديدة لمعالجة الطرق الضيقة وعزل المناطق غير الأمنة في الطارمية شمال بغداد، معتبرا زيارة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي للقضاء بأنها مهمة ومؤثرة. وقال الكوفي أن الطارمية تشكل أهمية كبيرة لأنها تربط بين 4 محافظات هي بغداد والأنبار وديالى وصلاح الدين، لافتا إلى أن زيارة الكاظمي كانت مهمة ومؤثرة في ظل عمليات التفتيش والمطاردة التي تقوم بها القوات الأمنية ضد الجماعات الإرهابية، ومؤكدا على أهمية الجهد الهندسي في العمليات الأمنية هناك والتي ستجفف منابع الإرهاب وفتح الطرق ومساعدة المزارعين في توفير طرق بديلة وعزل المناطق التي تعتبر ملاذا آمنا للإرهابيين. وأضاف الكوفي أن الجهد الهندسي والحشد الشعبي والقوات الأمنية ووزارتي الموارد والزراعة يقومون بجهد وطني لضمان مصالح المواطنين وتوفير أجواء سليمة للقوات الأمنية للتحرك بسهولة في هذه المناطق. هذا وقد أعلنت قيادة عمليات سامراء عن تنفيذ عمليات تفتيش باتجاه حدود محافظتي ديالى وبغداد، مشيرة إلى أن عصابات داعش الإرهابية تستغل المناطق المفتوحة للتسلل منها. وقال قائد عمليات سامراء اللواء الركن علي المالكي أن الحدود الفاصلة مع بغداد والمناطق الواقعة باتجاه القرمة هي تحت السيطرة، مشيرا إلى أن عمليات تفتيش على نهر العظيم من الحدود الفاصلة لصلاح الدين باتجاه الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات بغداد وبالتقاء نهر العظيم مع دجلة، وذلك بالتزامن مع العمليات الجارية في الطارمية والتي قد تدفع بعض الإرهابيين للهروب باتجاه المناطق المجاورة. هذا وأعلنت وزارة الداخلية تنفيذ عمليات نوعية وضرب أوكار قيادات عناصر داعش في صلاح الدين. وذكرت الداخلية في بيان أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في الوزارة شرعت وبعد جهود استخبارية ومتابعة فنية طويلة بتنفيذ عمليات نوعية زودت خلالها الطيران بمعلومات لتوجيه ضربة جوية لأوكار كانت تستخدم من قبل عناصر قيادية في عصابات داعش الإرهابية في منطقة العيث في المحافظة. وبعد ضربة قامت قوة من وكالة الاستخبارات بالدخول إلى هذه الأوكار والاشتباك مع إرهابي داعش، وقد أصيب أحد منتسبي وكالة الاستخبارات وتضررت إحدى العجلات. وتمكنت قوة الوكالة وبمساعدة طيران الجيش من قتل 2 من عناصر الإرهاب القيادية وتدمير أوكارهم. وفي ديالى أفاد مصدر أمني بإصابة ضابط برتبة نقيب في طوارئ شرطة ديالى بنيران القنص من إرهابي داعش شمال شرق بعقوبة. وقال المصدر إن النقيب تم استهدافه أثناء وجوده في نقطة مرابطة أمنية بعمق بساتين أبو قرمة ضمن حوض الوقف بديالى، مضيفا أن مخلفات حربية انفجرت في منطقة حاج يوسف بحادث منفصل ضمن محافظة ديالى ما أسفر عن استشهاد طفل بعمر 10 سنوات، وتم فتح تحقيق بالحادث. وفي نينوى أعلنت خلية الإعلام الأمني إلقاء القبض على أحد عناصر ما يسمى بمفارز التفخيخ التابعة لداعش الإرهابي في نينوى.
وقال بيان الخلية أن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 16 بوزارة الدفاع، واستنادا إلى معلومات دقيقة، ألقت القبض على أحد الإرهابيين في قرية الشيخ معروف بناحية الحميدات بنينوى، والذي كان أحد العناصر المهمة، مضيفة أنه من المطلوبين بموجب مذكرة قبض وفقا لأحكام المادة 4 إرهاب. أكدت اللجنة العليا لإعمار الموصل التوجه لإنشاء مجمعات سكنية كبيرة تساهم في توفير آلاف الدور والشقق في قلب مدينة الموصل. وقال المدير التنفيذي للجنة عبد القادر الدخيل أن مجلس الوزراء أصدر قرارا تضمن تخصيص جزء من معسكر الغزلان في الموصل لبلدية المحافظة لإنشاء مشروع استثماري سكني بمساحة تمتد لستة آلاف دونم، مضيفا أنه تم تشكيل لجنة من قبل الخطوط الجوية العراقية ووزارة الدفاع وهيئة الاستثمار، ذلك لبحث موضوع توزيع المساحات. وأشار الدخيل أن هذه المجمعات لن تحتاج إلى خدمات كبيرة لأن أهمها متوفر حاليا كالماء والمجاري. تعتبر شركة أور العامة واحدة من أهم الشركات الإنتاجية في العراق، وهي تابعة لوزارة الصناعة والمعادن، والتي حافظت على تزايد نسب الإنتاج مع تزايد الطلب على منتج الشركة التي تحتاج إلى دعم حكومي لمواصلة العمل. معنا في التقرير التالي شيبان سامي. بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 طن شهريا من القابل الكهربائي والكيبل الهوائي هو معدل الإنتاج في هذا المعمل، وهو من بين 6 معامل في شركة أور العامة إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن. تعمل هذه الشركة لدعم الاقتصاد الوطني وتطوير الواقع الاقتصادي في العراق. تنتج كل المنتجات ضمن المواصفات العالمية المعتمدة والخاضعة لمواصفات التقيس والسيطرة النوعية. لدينا تعاقدات كثيرة مع وزارات الدولة، كنا الجهة الساندة القوية لوزارة الكهرباء، لدينا عقود كبيرة مع وزارة الكهرباء ومختلف وزارات الدولة وصلت إلى أكثر من 40 مليار دينار عراقي. سقف الطموح لدى العاملين يرتفع بشكل كبير مع ارتفاع نسب الإنتاج التي جاءت بتكاتف الجهود والعمل المستمر الذي يسهم في تشغيل الأيدي العاملة وتقليل نسب البطالة في محافظة ذي قار. نسب إنجازنا وصلت شهر حزيران 133%، بفعل الطاقات الشابة والمنتجة اللي تشتغل بشركة أور. طموح منتسبي شركة أور ومصانع القابلوات الدعم الحكومي للمنتج الوطني. جودة المنتج في الشركة وحصوله على شهادة الأيزو العالمية ضمن وحدة القياس والسيطرة النوعية جعلته مطلبا للعديد من المؤسسات والوزارات، كونه يضاهي المنتوج المستورد من حيث الجودة، بالإضافة إلى أنه يحتاج لتوعية المواطن على أهمية دعم المنتوج الوطني. نأمل من وزارات الدولة العراقية تأمين حاجتهم من الشركة، وذلك لدعم هذه الشركة العريقة كونها تحتوي أو تضم حدود 2500 منتسب. لما نشتري المنتج الوطني راح نساعد في بناء البلد، راح نوجد فرص عمل أخرى للمواطنين، راح نسوي مشاريع نوسع شركة أور أو الشركات الأخرى المشابهة لها. تحديات اقتصادية تواجهها شركة أور العامة لإثبات وجودها كونها تعمل على تحقيق معدلات النمو الصناعي في إطار المنتج المحلي. هذا العمل يتطلب تضافرا للجهود لتوفير متطلبات العمل للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والصناعي في البلاد. من داخل شركة أور العامة في ذي قار، فؤاد فاضل، قناة دبليو تي في وطن. هذا وفي ذي قار تظاهر العشرات من أهالي قرية المصيفي التابعة إداريا لقضاء النصر مطالبين بتحسين الخدمات. وقام المتظاهرون بقطع الطريق الرئيسي الرابط بين قضائي النصر والرفاعي بالإطارات المحترقة، مطالبين بتنفيذ وعود الحكومتين المحلية والمركزية بتحسين الخدمات.
أعلنت الإدارة المحلية في قضاء رفاعي شمال ذي قار عن إقالة 2 من مدراء الدوائر الخدمية في القضاء. وقال قائم مقام الرفاعي عمار الركابي أن محافظ ذي قار أصدر أمرا بإعفاء مدير مستشفى الرفاعي العام ومدير شعبة الموارد المائية، مشيرا إلى أن الإدارة المحلية في القضاء ستعمل على إقالة جميع مدراء الدوائر الحكومية الذين يفشلون في تقديم الخدمات للمواطنين والذين يمتنعون عن التعاون مع الإدارة المحلية. هذا وفي الملف الصحي، إذ افتتحت دائرة صحة الرصافة 25 منفذا لإعطاء التلقيح من فيروس كورونا. وكان بيان لدائرة صحة الرصافة قد أكد أنها أكملت التحضيرات لافتتاح المنافذ الخاصة بإعطاء التلقيح، موضحة أنها ستزور بواقع أو ستزود بواقع 15 منفذا صباحيا وعشرة أخرى مسائية تعمل بعد الدوام الرسمي بجميع الأيام. هذا وكشف عضو خلية الأزمة النيابية رياض المسعودي عن العقوبة القانونية بحق مزوري بطاقات اللقاحات في العراق. وقال المسعودي أن اللقاحات بمختلف مناشئها أثبتت فعاليتها في تقليل حدة الإصابات وفق التقارير الدولية المختصة، وهناك إقبال كبير على أخذ اللقاح، مشيرا إلى عابثين يستغلون خوف البعض من أخذ اللقاحات ويسلمونهم بطاقات مزورة يتم ضبطها بين الحين والآخر من قبل الجهات المختصة. وحذر المسعودي من أن عقوبة تزوير بطاقات اللقاح بحسب القانون هي الطرد من الوظيفة والإحالة للمحاكم المختصة. وأخيرا، إذ أزاحت العتبة الحسينية المقدسة الستار عن أكبر مستشفى لمعالجة الأمراض السرطانية في العراق، وهو مستشفى الوارث لمعالجة الأمراض السرطانية في كربلاء المقدسة. وذكرت العتبة الحسينية في بيان أن المستشفى يقدم منذ أسابيع خدمة العلاج المجاني لمرضى السرطان، وسيستمر حتى موعد افتتاحه الرسمي في شهر ربيع الأول المقبل، وذلك بالتزامن مع مولد النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا وفي الختام تذكير بأهم العناوين. السبت المقبل انطلاق مؤتمر دول الجوار العراقي في بغداد، والكويت تؤكد حضورها وتقدم دعمها الكامل لجهود العراق. تركيا تشن أكبر عملية قصف جوي في العمق العراقي، وسياسات كردستان تحرج بغداد أمام العواصم الإقليمية. اجتماعات سياسية مكثفة لحسم ملف الانتخابات، والمفوضية تتوعد مخالفي قواعد السلوك الانتخابي بإجراءات عقابية. مع استمرار عمليات الطارمية، عمليات بحث وتفتيش في المناطق المجاورة، وقتل قياديي دواعش في صلاح الدين. شكرا للمتابعة وإلى لقاء آخر.